حول الموضوع ينضم لنا من الخرطوم الأستاذ عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي. أستاذ عبد الله مساء الخير، أهلا بك معنا. هذه الأزمة الإنسانية وما يعيشه الروهينجا من تصفيات بلا رحمة، كيف يمكن أن تنتهي؟ سبيل لخروج هؤلاء الناس العالقين لخروجهم بأمان، ما جهودكم أيضا في الاتحاد الروهينجي من أجلهم؟ نعم، ما يحصل حقيقة هذه الأيام من نزوح أعداد كبيرة جدا، يعني كما وصلت الأمم المتحدة وذكرت أعدادهم ربما وصلت إلى أكثر من 430 ألف نسمة، ونحن على حسب توقعاتنا العدد ربما وصل إلى 500 ألف ونصف مليون. وصرحت يعني يونيسيف أنه أكثر من 240 ألف طفل من الناس الذين نزحوا. الوضع نحن يعني نقول هي كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، هي إبادة معلنة من حكومة تعنتت أمام القرارات الدولية والنداءات المجتمعية. هي تقوم الآن بهذا التصفية والتطهير العرقي رغم التصريحات الواضحة أن ما تقوم به ميانمار حاليا هي تعد ترتفع للجرائم ضد الإنسانية. رغم ذلك هي ما زالت مستمرة على سياسة الأرض المحروقة، تدمير وقتل وسحل المدنيين حتى لا يستطيعون العودة إلى قراهم مرة أخرى. الجهود التي تقوم بها الدول قد لا تكفي، أنا أقول قد لا تكفي، لأن المأساة أصبحت كأرض محشر الآن لهؤلاء الروهينجيا الآن في أرض بنغلاديش. هناك العالقون الآن على الشواطئ الذين يحتاجون إلى نقل إلى شواطئ بنغلاديش. طيب أنتم كاتحاد روهينجي سيد عبد الله، لا أعلم إن كان يخول لكم ذلك أن تتحدثوا باسم روهينجا وأن ربما تحاولوا الاتصال بالدول الأخرى، دول مانحة، بالحكومات لمحاولة مساعدة هؤلاء الفارين خاصة فيما يخص بنغلاديش ومحاولة توفير مخيمات لهم. نعم، نحن حقيقة الآن في جولة، كنا قبل أيام في مركز الملك سلمان، وبإذن الله خلال الأيام القادمة ستنطلق طائرة إغاثية إلى دكة إلى بنغلاديش، واليوم نحن في جولة في الخرطوم وهناك هيئة عليا للإغاثة الروهينجيا في السودان، وستنطلق طائرة إن شاء الله، واليوم تحديدا أيضا انطلقت طائرة من دولة المغرب، وسنكون إن شاء الله في دولة الجزائر وبعض الدول الإفريقية والآسيوية. كلنا نحن نسعى الآن مع جميع الدول أن يقوم بمسؤوليات تجاه بنغلاديش، تنادي وتصرخ أن الأزمة تفوق قدرات دولة بنغلاديش وهي كدولة فقيرة وهي بحاجة لتدخل المجتمع الدولي. القضايا التي الآن نحن نشاهدها هي قد تفوق دور المنظمات ودور الاتحادات والمؤسسات الإنسانية، هي تحتاج إلى دعم دولي، ولا بد الدول على مستوى الوزراء الخارجية يقومون بدور في إنقاذ هذه الأزمة والوقوف بجانب بنغلاديش. بنغلاديش لأول مرة فتحت الأبواب بمصراعيها، والناس الآن يعيشون في الطرقات والشوارع بلا ماء بلا غذاء بلا مأوى، والأمطار تهدهم في كل مكان. هناك كارثة إنسانية، ربما الأطفال هؤلاء أكثر من 85 ألف طفل الآن هم مرضى الآن حسب تصريحات بعض المنظمات الإنسانية، هم يحتاجون إلى الغذاء. ربما أنا أقول وربما أقول واضح أنه قد لا يدركونهم، والمسألة هي يعني ترتفع إلى كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.